فقراتنا اللي تهمكم بالأساس وتوا باش نتعداو مباشرة بالقانون، وين الموضوع باش يكون بنيت عن غير قصد في ملك الغير. شنو يقول القانون مع الأستاذ أنيس الزين في بالقانون؟ بالقانون. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس الكل في بالقانون. وفي موضوع اليوم نحكيه على شنو يقول القانون في حال البناء على ملك الغير عن غير قصد. هذا نحكيه فيه مع المحامي لدى تعقيب ميتخ أنيس الزين. أهلا وسهلا ميتخ، مرحبا. مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة إكسبريس إف إم. هو أنا قلت البناء على ملك الغير عن غير قصد، ما فما زيد اللي عن قصد. هوني شنو يقول القانون في الحالتين؟ واضح، هو عادة الشخص الذي يبني في ملك غيره يكون عن غير قصد. علاش؟ خاطر هو الشخص اللي باش يبني يمكن أن يقع هدم البناية نتاعه، معناه المصاريف التي تكبدها، وبالتالي يخسر معناه المصاريف التي تكبدها لبناء ذلك الإنشاء على أرض الغير. عادة يكون مثلا ثم عقار على الشياع ولم تقوم القسمة ولا قامت القسمة وما عرفش المكان نتاعه بالضبط، ولا كان الحساب مش صحيح ولا حسب معناه بالغلط، فيكون أنشأ بناء كامل لكن جزء من ذلك البناء التصق بعقار الغير ولا بأرض الغير أو دخل في أرض الغير. لهنا القانون لقى حل، يقول لك كل شخص عن حسن نية تجاوز، يعطيك بالضبط الناس يقول لك تجاوز إلى أرض غيره بنسبة قليلة دون علمه عن حسن نية، فإنه تحكم المحكمة بالتعويض، بالتعويض المادي طبعا. يجيو يشوفوا قداش خذيله مثلا 2 متر ولا 10 متر، يجيو 20 متر مربع يشوفوا ثمن الأرض، يا ما يعوض له بأرض أخرى ملاصقة من جهة أخرى، وإلا كذلك يعوض له معناها بالمبلغ مالي حسب الخبير حتى لا يقع هدم البناية كاملة. تصور اللي بناها شخص إذا كان هو عن حسن نية، كيفاش تثبت حسن نية بالضبط؟ هو كل شخص محمول على كونه هو على حسن نية، معناها العنصر حسن نية هو مفروض في كل شخص. كل شخص باش تثبت أنه هو سوء نية يلزم تثبتها بطريقة. كيف تثبت الطريقة ذي؟ هو يقول بالجزء يسير. إذا كان أنت لقيت الجزء ذي يسير، فإن المحكمة عادة تجي تقول لك توا ذي بناية فيها 250 متر مربع، تجاوز لي متر تقريبا ولا نصف متر وبناء وصرف المصاريف هذه، كل ما ينجمش يكون بناء معناها عن سوء نية، بناء عن حسن نية، وبالتالي يستوجب التعويض. إذا كان تجاوز لمساحة كبيرة ظهرت عن طريق الاختبار والقاضي قرر أن تكون كبيرة تلك المساحة نسبيا طبعا، مش كما واحد يبدأ عنده 3000 متر مربع كما عنده 200 متر مربع، خاطر تولي معناها نسبية الأمور. وقت القاضي يقرر يندرى هذه معناها عن حسن نية وسوء نية، إذا كان عن سوء نية يقع هدم العقار الذي يكون، وإذا كان عن حسن نية يقع التعويض المادي بالمعاوضة الأرض بأرض أو كذلك المعاوضة عن طريق الثمن. شكرا لك ميتخ أنيس الزين، مشكور اللي كنت معنا، المحامي لدى التعقيب اللي اليوم فسر لنا شنو يقول القانون في حال البناء على ملك الغير عن قصد وعن غير قصد. كانت هذه بالقانون. بالقانون.